سجود السهو زيادة ونقصان متى؟ طبعا المالكية فقط اللي عندهم الزيادة والنقصان. بعض العلماء عندهم السجود السهو كله قبلي، وبعضهم عندهم سجود السهو كله بعدي. فالمالكية هم قالوا بأن سجود السهو فيه قبل وفيه بعد، الزيادة بتكون بعد السلام والنقصان بتكون قبل السلام. وهؤلاء طبعا جمعوا بين الأدلة الثابتة في السهو الحاصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا 5 مواضع مذكورة معروفة. نعم أكرمك الله شيخ الكريم.